بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في القناة الطبية مع دواء جديد هو كريستوليب. كريستوليب كراس لخفض الكوليسترول في الدم، يعتبر من الأدوية الهامة المستعملة في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وله دور فعال في التخلص من الدهون الثلاثية اللي بتأثر بصورة سلبية على الجسم بشكل عام. يحتوي على مادة فعالة هي روزوفاستاتين، تساعد في تفتيت الدهون والكوليسترول الضار، والذي اذا اصبح زائد عن الحد المسموح به في الجسم يصاب الشخص بجلطة صدرية او ذبحة صدرية. اول حاجة ايه هي دواعي استعمال كريستوليب؟ يستعمل كريستوليب في تقليل من تخزين الكوليسترول في الدم والبروتين على الكثافة، واللي بيتسبب في انسداد الشرايين اذا كان بكميه كبيره في الجسم، خاصه عند كبار السن. ايضا يحمي كريستوليب من التعرض للاصابه بالامراض القلبيه، من بينها الذبحه الصدريه والجلطات بسبب ارتفاع كثافه الدهون الثلاثيه. بالنسبه لجرعه كريستوليب، جرعته تختلف على حسب الحاله وتشخيص المريض، التشخيص اللي بيكون به الطبيب لحاله المريض، ولابد من تحديد الطبيب الجرعه بعد الكشف، ولا يتم تناوله الا بوصفه طبيه. الجرعة اللي بتستعمل في علاج زيادة الدهون في الدم هي جرعة أولية بمعدل 10 ميلي جرام أو 20 ميلي جرام، يتم أخذها مرة واحدة في اليوم. بالنسبة للجرعة الاستمرارية تكون 5 ميلي جرام لحد 40 ميلي جرام، عبر طبعا الدكتور أو الطبيب هو اللي بيحدد الجرعة الاستمرارية. في حالة استخدام الدواء لعلاج البروتينات الدهنية الزائدة يتم أخذ جرعة أولية 10 ميلي جرام أو 20 ميلي جرام حسب الحالة. بالنسبة لجرعة الأطفال بداية من 8 سنين 5 ميلي جرام إلى 10 ميلي جرام بصورة يومية مرة واحدة في اليوم. جرعة الأطفال من 10 إلى 17 سنة تكون 5 ميلي جرام لحد 20 ميلي جرام في اليوم. الأشخاص اللي عندهم مشاكل في الكلى بياخدوا 5 ميلي جرام، وأقصى جرعة لا تزيد عن 10 ميلي جرام، وتوجد جرعة للحالات الخاصة من 5 ميلي جرام في اليوم، وخاصة في حالة المعرضون للإصابة بالاعتلال العضلي. الجرعة المعتادة من الدواء هي 10 إلى 20 ميلي جرام في اليوم قبل النوم حتى لا تزيد الأعراض الجانبية المزعجة. إذا وصلت الجرعة ل 40 ميلي جرام في الحالة بتكون متقدمة ومصابة بالذبحة الصدرية أو لديها جلطات دموية. الآثار الجانبية وأضرار بالشام كريستوليب، هناك أعراض جانبية تظهر على المريض ما بين شائعة لنادرة، والاستخدام الخاطئ للدواء يجعل من فرصة ظهور الأعراض المزعجة على الشخص أكبر، لذلك لا يجب تناول جرعات زائدة عن الحد المسموح به حتى لا تظهر أعراض تجعل من الضروري التوقف عن استخدامه ومراجعة الطبيب. أهم هذه الأعراض إيه هي؟ دوخة، دوار، ألم في المفاصل، التهاب في الحنجرة والبلعوم، تعرض المريض لالتهابات في مجرى البول، وتشنج في العضلات، والتسدي عند الرجال، والإصابة بالفشل الكلوي والالتهاب الكلوي والالتهاب الكبدي أيضا، وده طبعا بيبقى في حالات نادرة نتيجة استعمال جرعات زائدة. إيه هي الاحتياطات وهي موانع استعمال كريستوليب؟ هناك تحذيرات بشأن استعمال هذا الدواء في حالات معينة. لو كان الشخص بيعاني من فشل كلوي يمنع استعماله لانه بيسبب له مشاكل صحيه كبيره. ايضا لو كان المريض عنده حساسيه من المواد الفعاله الموجوده في كريستوليب يمنع استعماله. ايضا يمنع استعماله مع عصير الجريب فروت في فتره العلاج، لان طبعا بيؤدي مشاكل صحيه للمريض في حاله تناول جريب فروت، عصير الجريب فروت مع كريستوليب. ايضا لا يجب تناول اي مواد كحوليه في فترة تناول كريستوليب. ايضا لا يجب استعمال كريستوليب مع الكحوليات. تمام. سعر كريستوليب، سعر كريستوليب 20 ملي جرام اكراس 111 جنيه. سعر شريط كريستوليب 20 ملي جرام، سعر الشريط الواحد 37 جنيه. سعر كريستوليب 10 ملي جرام 90 جنيه. سعر كريستوليب الشريط 10 ملي جرام الشريط الواحد سعره 30 جنيه. ما هي بدائل كريستوليب؟ ايفارين، كوليروز، كريستور، ليبيتوز، اتورستات، ليبوماكس، اتور ليبونا.
في نهاية الفيديو أرجو إن أنتم تكونوا قد استفدتم، وأرجو من حضراتكم الاشتراك في القناة لو أنت مش مشترك، دعم القناة بضغط لايك، ضغط لايك مش هيكلفك أي حاجة، وأي تعليق عندك اكتبه في أسفل الفيديو، برضو التعليقات بتفيد القناة. أي كلمة بتكتبها، لو أنت مش عايز تعمل استفسار، لو أنت عندك استفسار اكتبه. أيضا تضغط على علامة الجرس عشان يصلك كل فيديو جديد بنعمله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.